طيب الأوراق الممزقة، الأوراق الرسمية الممزقة في المنام معناها إيه؟ طيب يعني تفسيرها مثلا لو حد شاف البطاقة الشخصية بتاعته حصل فيها مثلا تكسير أو حصل فيها خرم أو حصل فيها تشويه أو أيا كان، ده دلالة على إن البني آدم هيبقى في الدنيا دي مطارد أو عنده مشكلة كبيرة في علاقته يعني بالقانون، ففي قصة هتحصل له كده يعني كارثة بمعنى أصح، تشويه تشويه بمعنى عام يعني. فمش مستحب طبعا الأوراق لما تكون مبلولة أو ممزقة أو محروقة، كل حاجة على حسب. يعني مبلولة دي خلاص بالنسبة للبطايق إعادة تجديد يعني خطأ وهيجددوا، ما فيهاش مشكلة لأنها أصلا بتتبل وعادي يعني.